الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: أنا أقيم في دولة خليجية ودائما أذهب إلى مكة ولله الحمد، وسؤالي: هل يفضل صلاة النوافل أم قراءة القرآن إذا تعذر الطواف لوجود الزحمة الشديدة، علما أنني أتممت العمرة؟ الحمد لله، أولاً تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وثانياً الآفاقي يستحب له أن يقدم العبادة التي تفوت إلى غير بدل على العبادات التي تفوت إلى بدل، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تقديم أو مراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. وأنت تعرف أن الطواف بالبيت بالنسبة للآفاق لا يتمكن منه إلا في مكة، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أنه لا يطوف بشيء من أجزاء الأرض إلا بالكعبة فقط، فإذا ليس مقدورا على الطواف إذا رجعت إلى أهلك لأنك آفاقي ولا تجد عبادة الطواف إلا في هذا الموقع الذي أنت فيه. فأنا أوصيك بالإكثار من الطواف، ولا تقل إنني لا أستطيع، بل عليك أن تستطيع وأن تجتهد أن تطوف. وإذا لم تستطع بسبب تعب رجليك أو ألم في قدميك فطف ولو محمولاً أو راكباً، لا تفوت عبادة الطواف، فإنها من أفضل ما يتعبد به الآفاقي في بيت الله الحرام، فهو أفضل من صلاة النافلة، وأفضل من قراءة القرآن النافلة، وأفضل من الأذكار وغيرها، لأن جميع هذه العبادات إذا فاتت الإنسان في الحرم فإنه سيدركها في بلده، ولكن الطواف إذا فات الإنسان فإنه لا يستطيع أن يدركه في بلده. ومن المعلوم أن المتقرر أن العبادة المفضولة قد تكون فاضلة باعتبار ما يقترن بها من المصالح العظيمة، والشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكمينها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولكن إذا عجزت عجزاً حقيقياً عن الطواف، ولا أظنك إن شاء الله تعجز مع استشعارك لفضيلة الطواف في هذا المكان بالنسبة لك، لكن إن عجزت عجزاً حقيقياً فلا جرم أن الصلاة تطوعاً من باب التطوع المطلق أفضل من قراءة القرآن مجردة عن الصلاة. فإن قلت: وأنا مسافر، فأقول: حتى وإن كنت مسافراً فإنه لا يسقط عن المسافر إلا راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب البعدية، وراتبة العشاء البعدية فقط. وأما راتبة الفجر القبلية والوتر وقيام الليل وركعتا الضحى والتطوع المطلق فإنها لا تسقط عن المسافر. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي في السفر. وفي جامع الإمام الترمذي بسند حسن، عفواً، وفي سنن أبي داود بسند حسن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. فلا تتصور أيها المسلم أن جميع النوافل تسقط عن المسافر، وإنما لا يسقط عن المسافر إلا الرواتب التي ذكرتها لك فقط، وأما ما عداها من التطوع المطلق وغيره فإنه لا يسقط عن المسافر، فهو مشروع في حق المسافر كما أنه مشروع في حق الحاضر. وقد ذكر العلماء أن قراءة القرآن المصحوبة بالصلاة خير من قراءة القرآن مجردة عن الصلاة، لأنك في حال صلاتك إذا قرأت القرآن تكون قد جمعت بين عدة عبادات، بين الوقوف بين يدي الله وبين الصلاة وبين الأذكار وبين قراءة القرآن. فإذا إذا لم تستطع الطواف وعجزت عنه عجزا حقيقيا فأنا أدلك على الاستكثار من التطوع المطلق والإطالة في القيام والركوع والسجود وكثرة الدعاء حتى تتمكن من الطواف وتعود إلى الأمر الأفضل في حقك كآفاقي، وهو الاستكثار من الطواف.
تقبل الله منا ومنك وزادنا وإياك حرصا على الطاعة وأعاننا على حسن التعبد له، والله أعلم.